حاولت اعمل برزنتيشن بس ما زبط صراحة. بس نستنى دقيقة دقيقتين. مساء الخير دكتور، مساء النور، أهلاً. يعطيكم ألف عافية جميعاً، وأهلا وسهلا فيكم بالمحاضرة الأولى من محطات الثانية لمسارات طبيب اللي رح نحكي فيه عن الاختصاص بألمانيا. أول شيء دكتور، بنحب نشكرك على تلبية دعوتنا يلي من خلالها عم نحاول نوصل لأكبر قدر من يعني طلاب الطب اللي بيحتاجوا يعرفوا شو هي المسارات المتوفرة لهم بعد التخرج، وشو هي الطرق المفتوحة أمامهم، وهل بيحتاجوا إجازة لإلها وهم على مقاعد الدراسة أو بعد، وشو هي الطريقة الأمثل للتجهيز لإلها. فشكرا على تلبية دعوتنا، وإن شاء الله الكل بيستفيد، ويعني كلنا متحمسين لنسمع النصائح المفيدة والتفاصيل الرحلة اللي حضرتك خضتها، ورحنا إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة بنهاية اللايف. يعطيك ألف عافية دكتور. إن شاء الله، الله يعافيك. أول شيء بعرف عن حالي، أنا اسمي إبراهيم طباخي، أنا تخرجت من الجامعة الهاشمية ب 2017 وعملت الامتياز بالمدينة الطبية، وبعدين طلعت بآخر 2018 لألمانيا وبلشت رحلة التخصص في طب الأعصاب. ويعني أنا نظريا مخلص التخصص إن شاء الله، وبستنى بس أكمل الأمور اللوجستية عشان امتحان الاختصاص. هلا انا اليوم المحاضره تتلخص بشكل اساسي عن الطريق الى المانيا، والمحاور لهذا اللقاء بتكون ان شاء الله اول شيء ليش المانيا، ثاني شيء ايش ايجابيات المانيا، ايش سلبيات التخصص في المانيا، فكره عامه عن التخصص في المانيا، وكيف الواحد يعدل شهادته في المانيا، وشو ممكن تعمل وانت طالب عشان تتخصص في المانيا، آخر شيء شوي أحكي عن تخصص الأعصاب اللي حابب يتخصص طب الأعصاب خصوصا في ألمانيا. إذا إجت فترة كان الصوت فيها مش واضح بس اكتبوا لي عشان أشوف أنتبه، لأنه حضرت أحكي عن هاي النبرة، يعني ما راح أعلي صوتي أكثر من هيك إلا إذا حكيت الصوت مش واضح. هلا الأول نقطة إنه ليش ألمانيا؟ ممكن واحد يروح على ألمانيا، بلد زي أي بلد ثاني إلها إيجابيات وإلها سلبيات، طبيعي الواحد يبلش يحكي عن الايجابيات اول شيء. اول شيء راح احكي عن علميا شو المانيا، واحدة من ايجابياتها الاساسيه انه هي علميا واحدة من اساسيات الطب في العالم، واحدة من اقوى الدول اللي بتقدم النظام الصحي والطبي لمواطنيها بالعالم. بس ثواني. اول شيء حكينا علميا. هلا في شغله كنت تعرفوها بالمانيا، بالمانيا في لهم جايد لاينز خاصه فيهم، هاي دليل على قوه المانيا ودليل على قوه التخصص في المانيا. مثلا انا بتخصص في طب الاعصاب، في عندنا جمعيه خاصه لطب الاعصاب تعمل جايد لاين خاصه فيها وخاصه بالدوله اللي هي فيها، فهذا اذا كان دل على شيء فهو يدل على قوه التخصص في المانيا وقوه العلم في المانيا. بغض النظر برضو على غير الجايد لاينز اللي بيطلعوها الالمان وبيطبقوها ببلدهم، في عنا برضو الأبحاث العلمية اللي بتعمل يعني اللي هي تتطور كل سنة خصوصا في المستشفيات الجامعية. هاي بالنسبة للإيجابية الأولى أنا بعتبرها أحد إيجابيات ألمانيا. الإيجابية الثانية اللي هي عمليا، أنا بس كنت أتخصص بالجامعة كان عميد الدكتور درويش بدران، ما بعرف إذا لحقتوه، كان دائما يحكي لنا إنه اللي بده يتعلم شغلات يشتغل work with his hands or her hands لازم يروح على المانيا خصوصا بالطب الجراحه. وهذا الشيء صراحه انا اتفق فيه تماما معه، لانه انا اعتبرها احد الدول الرائده في مجال الجراحه، سواء جراحه العامه سواء جراحه العظام سواء جراحه الاعصاب. بس هل هو الطبيب بياخذ فرصته بالجراحه بالمانيا؟ هذا الحكي راح نحكيه ان شاء الله مع بالمحاضره هاي. إذا تذكروا موجة كورونا، من واحدة من الدول اللي ظلت صامدة وما وقعت كانت ألمانيا. ليش؟ لأنه عندهم أجهزة متوفرة بكثرة، هاي الأجهزة متوفرة بدول ثانية بس مش متوفرة بالكمية الموجودة فيها بألمانيا، زي جهاز الإكمو مثلا. هذا الجهاز هو بياخذ وظيفة القلب والرئة، ويعني بدعم جسم الإنسان لما يخلص الإنسان الفيروس اللي بصيبه أو الستريس فاكتور اللي عم بصيبه.
فهذا كان واحد من الاسباب انه ليش المانيا ممكن ظلت واقفه على رجليها. هذا الحكي شو بفيدك انت كواحد راح يتخصص بالمانيا؟ بفيدك انه انت عندك الفرصه هون تتعلم على اجهزه مش موجوده بمكان ثاني. مثال ثاني غير جهاز الاكمو، جهاز دافنشي للناس اللي حابين يتخصصوا في الجراحه، في هون جهاز اسمه جهاز دافنشي، هو عباره عن روبوت بيعمل سيرجري بسموه روبوت اسيستد سيرجري. هذا الحكي يمكن تشوف مستشفى واحد في 3 أو 4 أجهزة دافنشي. هذا الحكي ما بتلاقيه مستشفيات ثانية، ما بتلاقيه بلد ثانية غير ألمانيا الصراحة. النقطة الثالثة الإيجابية اللي هي واحد ممكن يفكر فيها عشان يروح على ألمانيا هي ماليا، يعني صراحة إنه أكيد راح تدفع كثير حتى تطلع تخصص بألمانيا، بس بالآخر أنت ماليا راح يكون عندك عائد جدا جيد بكفيك وبكفي إنه تضمن استقرارك المادي كشخص بأول شباب وحاب يكون عائلة، حاب يعمل مشاريع بحياته. فهون رح أتطرق لنقطة كيف يتم احتساب الراتب بألمانيا. هلأ بألمانيا عندهم أول إشي بسموه إشي درجة، أنت أول ما تبلش تخصص تعتبر درجة أولى، وبعدين كل سنة بزيد الراتب درجة ثانية، فبزيد الراتب تبعك وعندك راتب اساسي غير المصاري اللي تاخذها على المناوبات. يعني مثلا انا باخذ مبلغ معين من الراتب شهر خلال شهر، وكل ما اعمل مناوبه زياده بزيد راتبي. يعني نفترض انه مثلا واحد راتبه 3000، عمل مناوبتين بصير راتبه 4000، عمل 4 مناوبات بصير 4500 هيك يعني. فراتبك غير ثابت، راتبك ممكن يزيد وممكن يقل من شهر لشهر اعتمادا على انت كم مناوبه عملتها. نقطة ثانية، ممكن واحد يحكي لك ماشي أنا بدي كمان أجيب مصاري ثانية غير التخصص وغير غير العمل عمل كطبيب بالمستشفى، في طرق ثانية ممكن واحد يعملها إنه يتخصص، إنه يجيب مصاري أكثر خلال تخصصه. زي مثلا أول نقطة، ممكن واحد يشتغل كطبيب طوارئ. هلا هون بألمانيا طبيب الطوارئ مو زي بالأردن، بالأردن في طبيب طوارئ هو بضله في المستشفى، بضله بقسم الطوارئ، هو اختصاص لحاله. هون بألمانيا لا، طب الطوارئ ممكن أي واحد خلص اختصاص أو خلص سنتين من التخصص يصير طبيب طوارئ. كيف؟ بيعمل تدريب خاص، وهون طبيب الطوارئ هو اللي بيطلع يجيب المريض من البيت. يعني ممكن يعمل انتوبيشن للمريض بالبيت، ممكن يعمل يحط له تشيست برين هو لساته بالبيت. فهاي ممكن أي واحد يصير يعملها، وهاي كل مهم تطلعها تاخذ فيها مصاري أكثر. برضو في مستشفيات عندها نقص هائل في الدكاترة، ف بيطلبوا شيء اسمه بسموه طبيب الفخر. الفخري هو عبارة عن طبيب بروح يعمل مناوبة أو مناوبتين هناك، وهون بياخذ على الساعة تقريبا من 90 ل 120 يورو. والمناوبة طبعا تقعد لها، تقعد المناوبة شو 8 ساعات، مرات 24 ساعة، ممكن خلال المناوبة ما تشوف فيها حدا. فبرضه هاي من الطرق ممكن واحد يعملها عشان يزيد اللي هو راتبه أو راتبه المالي. النقطة الرابعة اللي كانت مهمة إلي بالنسبة إلي بس بلشت تخصص في ألمانيا اللي هي السوشيال. أنا بهتم جدا بساعات العمل، كم ساعة عمل لازم تشتغل بالأسبوع، كم الماكسيموم اللي لازم يمكن تشتغلها ورا بعض، وكم الإجازات اللي بتطلع لك. هلا كثير بلدان ثانية بتشوفوا إنه الإجازات بيعطوهم سنويا 10 ل 14 يوم فقط. هلا بألمانيا بيعطوك هون 30 يوم غير الويكندز، يعني السبت والأحد عطلة اللي لازم كنت منوب فيهم، بيطلع لي بالشهر يعني مناوبتين بالويكند، باقي الويكند بكون معطل فيه. غير هيك بيطلع لي 30 يوم إجازة، غير برضه العطلة الرسمية، غير عطلة الكريسماس، غير عطلة الإيستر. وأنا بالمستشفى أنا بشتغل فيه بيعطونا حتى 31 يوم للناس الغير مدخنين، لأنه بحكي لك أنت غير مدخن فبس تطلع، ما بتطلع كثير استراحات زي الشخص المدخن، فبطلع لك إجازة أكثر بيوم من المدخنين. فهاي الشغلات كانت كثير مهمة، كثير بتهمني. الساعات العمل الأسبوعية هون ممنوع تشتغل أكثر من 60 ساعة بالأسبوع. في دول ثانية ممكن تضطر تشتغل 80 ساعة في الأسبوع. المناوبات ممنوع تكون، المناوبات ممنوع تكون أكثر من 24 ساعة. الدول الثانية بداوم الناس 36 ساعة. هذا الحكي غير إنساني. يعني صحتك أهم كل شيء. هلا ممكن واحد يحكي لي، نرجع لنقطة، بس في نقطة نسيت أحكيها بالنسبة للمالية. ممكن واحد يحكي لي طب التخصص بأمريكا بيعطي رواتب أكثر. هلا بالنسبة للمقيمين، راتب المقيم في ألمانيا وراتب المقيم في أمريكا نفس الشيء، بس الأخصائي بأمريكا راتبه أعلى، بس في فرق بيناتهم إنه أنت هون بألمانيا تأمينك ببلاش.
يعني لا سمح الله دخلت مستشفى عملت عملية لا سمح الله كله مدفوع، أنت كله دافع من راتبك. بأمريكا لا، تدفع لي فوقك وتحتك، عشان أنا هذا بالنسبة للرأي الشخصي. لو واحد احتاج لموضوع طب لرعاية طبية. الإيجابية اللي بعدها حاب أحكي عنها اللي هي flexible، flexibility بألمانيا. هون التخصص جدا flexible. كيف يعني؟ يعني ممكن أنت أول إشي بدك تكون عارف إنه بأمريكا أو بالأردن ببلش تخصص بشهر 7، هون التخصص ممكن يبلش بأي شهر. يعني ممكن أنت هلا تروح تدور على عقد عمل، يحكوا لك ماشي بلش الأسبوع الجاي، بتبلش الأسبوع الجاي، يكون مثلا نص شهر 12، فما في تاريخ محدد لازم المقيم يبلش فيه التخصص بغض النظر عن باقي الدول. نفترض انه مثلا واحد بلش طب الاعصاب وبعد ما بلش طب الاعصاب وبعد ما خلص طب الاعصاب او بعد ما خلص 6 اشهر حكى لا والله هذا التخصص ما بيناسبني، ممكن انت تطلب فسخ عقدك او ان تنهي عقدك وتروح على تروح تغير تخصصك، تروح تكلم على تخصص ثاني، تروح على تخصص التخدير وتبلش تتخصص بالتخدير. الشغله الكويسه انه 6 اشهر بالاعصاب ممكن يحسبوا لك من التخدير، فموضوع تغيير التخصص ممكن تعمله باي شهر باي سنه من سنوات التخصص. الإيجابية اللي بعدها اللي أنا برضو بعتبرها إيجابية، في ناس كثير ممكن يعتبروها مش إيجابية، بس أنا بالنسبة لي إيجابية، اللي هي نسبة العرب، فيها نسبة جدا كبيرة بألمانيا. هذا الحكي بينعكس على السوبر ماركت العربي، على المجتمع العربي اللي حتعيش فيه عيلتك، على المساجد اللي الناس بتهتم بهاي الشغلة، على الصداقات العائلية إذا واحد عنده عيلة أو واحد ما عنده عيلة. هذا الحكي برضه إيجابية جدا، لأنه هون في جالية جدا كبيرة من سواء سوريين، لبنانيين، جزائريين، في جالية جدا كبيرة أو عراقيين، فيعني هذا الشيء بعتبره واحد من الإيجابية. الإيجابية اللي بعدها اللي هي القرب الجغرافي على الأردن. أنا حكيت قطع هو ما بعرف. ما بعرف إذا بالنسبة إذا بقطع يحكوا لي، ما بعرف لأن النت عندي ثابت. يعني الإيجابية اللي بعدها اللي هو القرب الجغرافي على الأردن. هلا أنا حكيت لكم إنه عدد الإجازات تقريبا 30 يوم بالأسبوع بالشهر، فهذا الحكي وقرب القرب الجغرافي بين ألمانيا والأردن، هذا الحكي بيسهل على اللي حاب يطلع إجازاته بالأردن. 4 ساعات بتكون بالأردن، فبرضه هاي الشغلات بعتبرها إيجابية للناس اللي بتحب، يعني ما بتحب تبعد كثير عن الأردن، بتحب تضلها ترجع إجازاتها على الأردن. برضه من الايجابيات اللي انا بعتبرها اللي هي الاقامه الدائمه، وهلا حاليا موضوع الجنسيه. هلا بالمانيا انت كطبيب بعد سنتين تاخذ الاقامه الدائمه، وصار تقريبا بعد 3 أو 4 سنوات لك الحق ان تقدم على الجنسيه. كان من زمان ممنوع ازدواجيه الجنسيه، هلا جديد سمحوا بازدواجيه الجنسيه. يعني كان من زمان الناس تقدم على جنسيه المانيه لازم تتخلى عن جنسيه اردنيه، ابتداء من هاي السنه لغوا هذا القرار. فهذا الحكي جدا كويس للناس اللي حابين يكسبوا جنسيه ثانيه، خصوصا انت كطبيب تخصصك اقل شيء 5 سنوات، فهاي برضو اعتبرها ايجابيه، واحده من الايجابيات اللي لها. برضو من الايجابيات اللي بعتبرها برضو موجود بالمانيا اللي هي مهمات المقيم، الشخص اللي بالاقامه شو المهمات اللي عليه. هلا هون النظام شوي بيختلف عن النظام الامريكي او النظام الاردني او النظام البريطاني. هناك في عندك مقيم تاني هو مسؤول عنك، يعني مثلا انت بدك تعمل شغله عندك سؤال بتروح تسال المقيم اللي عنده خبره اكثر منك. هون المسؤول عنك هو الاستشاري، يعني انت بس تكون مناوب اللي بترن عليه، بس تكون مش عارف شو بدك او شو بدك تعمل هو الاستشاري، فهذا الحكي بيزيد فرصه انك تتعلم اكثر. هلا ممكن في ناس تعتبرها سلبيه لانه بيكون عنده رهبه انه يرن على الاستشاري، بحكي لك لا والله انا ارن على واحد مقيم اسهل من ارن على استشاري، بس انا بالنسبه لي بعتبرها ايجابيه، خصوصا اذا كان الاستشاري المسؤول عنك استشاري جدا كويس. الإيجابية الأخيرة بدي أحكي عنها الساعات الإضافية. هون بأغلب المستشفيات، وليس بكل، مش كل المستشفيات لا، بأغلب المستشفيات الساعات الإضافية ما بتروح هباء المهتورة. يعني أنت دوامك مثلا 8 ساعات ضليت ساعتين زيادة بتسجلهم، وبتسجلهم يا بتاخذ بدالهم بدل مادي يا بتاخذ بدالهم بدل أطل، أنت بتختار. ممكن في المستشفيات تحكي لك لا أنا ما بعطي إلا بدل مادي، في مستشفيات تحكي لك أنا ما بعطي إلا بدل أطل، في مستشفيات وهي قليلة جدا تحكي لك أنا ما بعطي بدل يعني ما بعطي بدالها الساعات الإضافية.
وهون نرجع لنقطة الفلكسبيليتي، اللي هي إنه ممكن تروح على المستشفى تشوف والله هذا المستشفى ما بحترم حقوقك، بحكي لك أنت داوم إضافي وأنا ما لي دخل فيك، ما بحاسبك فيها، أنت تروح تغير المستشفى تبعك، يعني الموضوع سهل عادي بالسهل. طيب هاي بالنسبة للإيجابيات ألمانيا. طيب كل إيجابية لها سلبية، شو سلبيات ألمانيا؟ أول سلبية اللي هي اللغة، إحنا بندرس بالإنجليزي خصوصا الطب، كل امتحاناتنا بالإنجليزي، وبعدين عشان تتخصص بألمانيا أنت بتضطر تتعلم لغة جديدة، ومش كل الناس عندهم هذا الموضوع سهل أن يتعلموا لغة جديدة، وهو مو سهل لأنه مثلا اللغة الإنجليزية من إحنا صغار عم نتعلمها، فعشان هيك ما تغلبنا بالجامعة. بس اللي بده يتعلم لغة ألماني بده وقت شوي ليتقنها، وغير التعليم اللي بتاخده بالمعاهد اللغة غير اللي بتمارسه بالطب. يعني أول حد يعني لو وصلت أنا مثلا خلصت سي 1 بالأردن، هو أعلى مستوى، في مستوى سي 2 بس بدك تحتاج دبلوم سي 1، وبس رحت على المانيا اولها زي كاني ما تعلمت لغه، بس هذا الحكي بينكسر. يعني هاي واحده من الايجابيات، السلبيات اللي ممكن الواحد يشوفها بالمانيا. وهون نجي على السؤال، متى احسن وقت اني اتعلم الماني؟ اذا انت ناوي تتخصص بالمانيا من بكره بتروح تسجل بكورس الماني، بكورس لغه المانيه. انا بعتبر افضل وقت تبلش فيه الماني اسرع وقت ممكن. الاجازات السنويه 30 يوم. بالنسبة للأردن أنا بنصح معهدين، بنصح معهد جوته، هذا رقم واحد. إذا ما قدرت تسجل بمعهد جوته أو حسيت إنه الكورسات جدا طويلة، في معهد برضه ال جي سي، والشهادتين تبعون الامتحانات تبعونهم هم شهادتين معتمدات بألمانيا. جوته بيعطي شهادة جوته هي معتمدة عالميا، وال جي سي بيعطي شهادة اسمها او اس دي اللي هي عبارة عن الدبلوم الاسترالي السويسري، برضو هاي معتمدة بأغلب ولايات ألمانيا. وتنتين أنا صراحة بنصح فيهم، أنا دائما بفضل جوته لأنه هو هلا ممكن في ناس ذاتي برضو هذا الحكي، يعني في ناس بتقنوا اللغة عن طريق التعلم الذاتي، ممكن اثنين بارتنرز يتعلموا اللغة مع بعض برضو هذا بصير. هاي السلبية الأولى هي اللغة. السلبية الثانية اللي هي المصاريف، سواء بتخص برا الأردن سواء أمريكا أو أستراليا أو بريطانيا بتحتاج لمصاريف. بأمريكا المصاريف بتروح أغلبها على امتحانات اليو اس ام لي وعلى تجهيزات الفيزا. بألمانيا أغلب المصاريف بتروح متطلبات الفيزا. أنت عشان تطلع لك فيزا بألمانيا، واحدة من الشروط إنه تكون فاتح حساب مغلق بألمانيا بمبلغ تقريبا 14,000 يورو. كان 9,000 صار 10,000، هلا حاليا صار 14,000 تقريبا. بس هذا الحساب بسموه حساب مغلق. شو يعني حساب مغلق؟ يعني أنت بتفتح الحساب، تروح تقدم للفيزا، بيعطوك الفيزا، بس توصل لألمانيا هذا الحساب اللي أنت ال 14,000 اللي أنت حطيته بصيروا يعطوك منه راتب. يعني هو راجع لك هذا المبلغ بالآخر. بصيروا يعطوك بالشهر تقريبا 1000 يورو. هذا الحكي بيعملوه عشان يضمنوا انه انت بس توصل المانيا ما تضطر تحتاج ماديا. بس يعني هاي الخطوه بالاخر المصاري راجعين لك، بس عشان تطلع بدك تعمل هاي الخطوه، يعني بدك يكون معك 14,000. الخيار الثاني انه يكون واحد بيشتغل بالمانيا يكفلك، تحكي لهم انا بتكفل بمصاريفه، برضه هذا الخيار ممكن. غير هيك في مصاريف السكن هناك، اللي هو اول ما توصل مصاريف الفيزا اللي هناك. يعني عشان تطلع ألمانيا بدك تحط على بالك إنه بدك تدفع لك تقريبا من 14,000 ل 16,000 يورو، غير رسوم تعديل الشهادة، غير رسوم الترجمة، غير رسوم التصديق، يعني حتى ممكن يوصل أكثر من 16,000 يورو. يعني تحسب اليورو بالدينار بيطلع تقريبا 12,000 أو 13,000 دينار. السلبية الثالثة اللي هو الصبر. بدك تجي ألمانيا بدك تجيب معك صبر كتير كبير. ليش؟ لأنه هون حرفيا بلد البيروقراطية. يعني عندك موظف هو ماشي خلص زي السيستم، ما عنده انه يروح يغير السيستم يمين يسمع، لا هو عنده سيستم، هذا السيستم بده هو عنده سيستم بده يمشي على السيستم، عنده ورق بدك تمشي على ورق. احتمال كبير جدا عادي انت تبعت ورقك للمعادلة يطلع عشان اسم، عشان عيلتك تبلش بحرف الاي، موظفك سين، وصديقك اللي هو قدم معك نفس الجامعة عشان عيلته تنتهي بحرف الراء مثلا يروح موظف عن موظف ثاني، ورقه يمشي باسبوعين ورقك يمشي بثلاث اشهر عادي. هاي بسموها بيروقراطية ألمانية. فهذا الحكي بده صبر، بده جدا صبر. والصبر ما بحكي عن يوم يومين، ممكن صبر اشهر.
فهاي واحدة من السلبيات. برضه الشغلة هي تغيير القوانين باختلاف الولاية. ألمانيا في أكثر من ولاية أو أكثر من مقاطعة، كل مقاطعة لها حكومتها وكل ولاية لها قوانينها. هذا الحكي شو بنعكس عليك كطبيب؟ إحنا طلاب اللي نتخرج من الأردن ما بناخذ معادلة لحد الآن إلا بمقاطعة واحدة. يعني أنت لو مسكت ورقة قدمت بمقاطعة ثانية بيحكوا لك إنه أنت حيكون طريقك أطول. ليش؟ لأنه كل ولاية لها قوانينها الخاصة. السلبية الخامسة اللي بدي أحكي عنها اللي هي اختلاف جودة التعليم باختلاف المستشفى، ممكن باختلاف القسم. كيف يعني؟ في مستشفيات جامعية التعليم فيها جدا سيء. أنا خاصة بحكي عن التخصصات الجراحية، يعني ممكن واحد يبلش تخصص جراحة يخلص التخصص وهو مش كتير مسلمينه شغل. خطأ على المستشفى، الخطأ على المستشفى آه، بس برضه في خطأ على المقيم. إذا أنت شفت من الأول، راح أحكي عن ولاية تقبل المقاطع، راح أحكي عنها كلها لسه ما حكينا عن التعديل. هذا في خطأ على المستشفى ما بنختلف فيه، بس في خطأ على المقيم. أنت شفت من أول سنتين، شفت الناس الأكبر منك ما عم بيستلموا شغل، بتروح تغير المستشفى. حتى لو رحت على مستشفى صغير، هون ممكن تلاقي مستشفى صغير بالقرية بيسلم شغل لواحد مقيم أكثر من مستشفيات الجامعية. فأنت عشان تبلش تخصصك تشوف المستشفى، تشوف إذا هو بيسلم شغل، بيعلم التيم كويس، فريندلي مش فريندلي، في عنصرية ما في عنصرية. فهاي الشغلات بشوفها من الشغلات السلبية. ممكن نفس المستشفى يكون في قسم القلب في التعليم جدا قوي، بس قسم الأعصاب في جدا ضعيف، ممكن العكس. فهذا الحكي بيختلف من مستشفى لمستشفى، وبدكم تركزوا على هاي الشغلة. وهذا الحكي بيؤدي برضه للسلبية السادسة اللي هي نسبة التعليم الذاتي، خصوصا بالتخصصات الباطنية. يعني التخصصات الباطنية في شغلات عملية لازم المستشفى يعلمك إياها، بس شغلات ثانية أنت لازم تتعلمها لحالك. هون ما في امتحان كل سنة، أنت خلص بلشت تخصص، الامتحان اللي بعده امتحان البورد. فهذا الحكي يمكن يشيل منك الموتيفيشن إنه تروح تدرس لحالك. فعشان هيك بتضل عندك حافز أن تتعلم تعليم ذاتي. هاي بالنسبة لإيجابيات أو سلبيات ألمانيا. هلا راح أحكي بشكل عام عن أو فكرة عامة عن كيف الواحد ممكن يعدل شهادته بألمانيا. شو المتطلبات؟ أول 3 متطلبات أساسية، بدك تكون مخلص بكالوريوس، بدك تكون مخلص امتياز بالبلد اللي درست منها أو البلد اللي عايش فيها، يعني بده يكون معك مزاولة دائمة للطب، وبده يكون معك شهادة B2. هاي هي الفكرة العامة. الشهادة B2 تكونوا عارفين انه تقريبا مستويات اللغة هم اتوقع 9 ل 12 مستوى، بيختلف من معهد لمعهد، تكون مخلص هذول المستويات كلياتهم. في مصطلحات راح احكي عنها، وبعد ما تفهموا هاي المصطلحات راح احكي كيف الطريق للتخصص في المانيا. المصطلح الاول في شيء اسمه جلايش، في شيء اسمه مش جلايش. شو يعني جلايش؟ هلا انت تمسك البكالوريوس تبع جامعتك او الخطه تبع جامعتك، وبتروح تعطيها لمركز تعديل الشهاده بالمانيا. اذا مركز تعديل الشهاده شاف انه خطتك معادله للخطه الالمانيه بحكي لك انت جلايش. جلايش يعني معادل. اذا حكى لك لا انت غير معادل بحكي لك انت مش جلايش، يعني مش معادل. هاي احفظوها لانه راح احكي عنها كمان شوي. هاي بالنسبة لجلايش ومش جلايش. مصطلحات ثانية مهمة، في شيء اسمه أبروباتسيون. أبروباتسيون يعني مزاولة مهنة دائمة. في عندنا نوعين مزاولة مهنة بألمانيا، عندنا مزاولة مهنة دائمة وعندنا مزاولة مهنة مؤقتة. شو الفرق بيناتهم؟ مزاولة المهنة الدائمة ممكن تشتغل فيها بكل ألمانيا وما إلها صلاح، ما إلها صلاحية. أما المؤقتة ممنوع تشتغل فيها إلا بالولاية اللي طلعتها، ممنوع تعمل فيها مناوبات، ومدتها بس 2 سنين. فبرضه هاي الشغلات نكون عارفينها. في شيء اسمه امتحان اللغة الطبية، في شيء اسمه امتحان المعرفة الطبية. امتحان اللغة الطبية هذا امتحان بيشبه امتحان الأوسكي اللي كنا نقدمه بالجامعة. بتفوت تاخذ هيستوري، بينقشوك بالحالة وخلص بيحكوا لك ناجح ولا راسب. امتحان المعرفة الطبية مو بس هيستوري، هيستوري وفيزيكال اكزامينيشن. يعني بتفوت تاخذ هيستوري وتفحص المريض، وممكن يكون مو حاله واحده، يمكن 3 حالات، و
يعني الامتحان ممكن يكون حتى على يومين، وبس تخلص برضه بيحكوا لك ناجح او فاسد. شو الفرق بيناتهم؟ امتحان اللغة الطبية ممكن تعيده قد ما بدك، امتحان المعرفة الطبية ممنوع تعيده إلا 3 مرات بحياتك بألمانيا، إذا رسبت فيهم لازم أحل هدول 3 مرات أنت ممنوع من مزاولة الطب في ألمانيا. متى راح أقدم هذا الامتحان ومتى راح أقدم هذا الامتحان راح أحكي عن هاي النقطة هلأ. هلأ عشان أنت خلصت بكالوريوس، خلصت امتياز، معك مزاولة الطب الدائمة من الأردن، عندك طريقين عشان تاخذ عشان تاخذ المزاوله في المانيا، في الطريق الطويل وفي الطريق القصير. بلش بالطريق القصير. الطريق القصير اللي هو بتروح على مركز المعادل تحكي لهم انه انا بطلب انه تعادلوا شهادتي مع الشهاده الالمانيه، بيحكوا لك اوكي، بيمسكوا شهادتك بيعادلوها مع الشهاده الالمانيه، بيحكوا لك والله شهادتك معادله للشهاده الالمانيه، انت قلعش. هون انت مضطر تقدم بس امتحان واحد اللي هو امتحان اللغه الطبيه اللي هو امتحان الهيستوري، خلصته نجحت فيه تاخذ المزاوله الدائمه. وهذا هو الطريق اللي بيسلكه اغلب طلاب الجامعات الاردنيه. مقاطعه اللي ناخذ فيها الكلاش هي مقاطعه واحده لحد هلا، في تجارب فرديه من مقاطعات ثانيه اللي هي مقاطعه الان ار بي، بس الـ NRB حاليا قسموها بالتعديل شغلتين، في NRB بشكل عام وفي دوسلدورف، بيعتمد بس وين مكان الامتحان حتقدمه، يا حتقدمه بمدينة اسمها مونستر يا حتقدمه بدوسلدورف. الناس تبعد عن مونستر صار أغلبها يروح على دوسلدورف. هذا هو بالنسبة للطريق القصير، تحكي لهم أنا معادل، روح يتأكدوا إنك أنت معادل، تقدم امتحان اللغة الطبية وبتنجح وخلص تاخذ المزاولة الطبية الألمانية. نجي على الطريق الطويل، انت مثلا عارف انه جامعتك ما بتاخد كلاش، او عارف انه بكالوريوس تبع جامعتك لا يعادل البكالوريوس تبع الجامعه الالمانيه، كيف ممكن تعرف؟ تسال الناس الاكبر منك، ما في طريقه ثانيه غير تعرفها. فبتروح عليهم بتحكي لهم انا هاي شهادتي، بس انا عارف انه انا شهادتي لا تعادل الشهاده الالمانيه، انا عندي نقص مثلا في طب الاسره. شو بيحكوا لك؟ ماشي، تقدم امتحان اللغة الطبية اللي حكينا عنه، امتحان الهستري، بتقدم امتحان اللغة الطبية بتنجح فيه على خير، بيعطوك مزاولة مؤقتة. تذكروا مش حكينا في مزاولة دائمة ومزاولة مؤقتة، بيعطوك مزاولة مؤقتة. المزاولة المؤقتة حكينا مدتها 2 سنين، ممنوع تشتغل فيها إلا بالولاية اللي طلعت لك إياها، ممنوع تعمل فيها مناوبات. شو الهدف من هاي المزاولة المؤقتة؟ الهدف منها إنه أنت تندمج بالنظام الألماني، النظام الصحي الألماني، وتتدرب فيها للامتحان الثاني. فأنت خلال هاي 2 سنين تتدرب فيها للامتحان الثاني اللي هو امتحان المعرفة الطبية. امتحان اللغة الطبية خلاص خلصناه، ضل امتحان المعرفة الطبية اللي هو امتحان زي الأوسكي. فبس تنجح بهذا الامتحان بيعطوك المزاولة الدائمة. فهذا هو الفرق بين هذا الطريق وهذا الطريق. طب في احتمال واحد يروح يقدم على الطريق الأول، على الطريق القصير، يحكي لهم أنا شهادتي معادلة الشهادة الألمانية، روح يدرسوا، يحكي لك لا والله شهادتك غير معادله للشهاده الالمانيه، فهون بيجبروك تروح على الطريق الثاني اللي هو الطريق الطويل. فعشان هيك انا بنصح اي طالب خريج جامعات اردنيه ما تتفلسف وتطلع برا ال NRV، سموها NRV اسم ولايه، خليك جوا النوردراين فيستفالن، ما تطلع، ما تروح تجازف، لانه ممكن يجبروك تروح على الطريق الطويله. الجود اختر هو الخبير اللي بيقيم شهادتك هل هي معادله او غير معادله، وبوصل ورق له عن طريق مركز المعادله. يعني انت تعاملك كله مو مع جود اختر، انت تعاملك مع الجود اختر. والهاشميه لحد الان تاخذ جلاش. يعني بتذكر احنا خطه جامعه 2017 هي الخطه الجديده، قبل 2017 ما كان في ايش بسموها المختبرات الكلينيكال، كلينيكال سكيلز، ما كان في كلينيكال سكيلز. فاول شيء اعطونا ليش كلاش، وقدمنا اعتراض مع طلب من الجامعه وظبطنا الموضوع وطلع كلاش. يعني هل هي الطريقين المحتملين؟ ايش هي المده المطلوبه عشان بين وصولك لالمانيا حتى تاخذ المزاوله الدائمه؟ اذا مشيت بالطريق القصير وكل شيء مشي معك بياخذ معك 3 ل6 اشهر ان شاء الله. اذا مشيت على الطريق الطويل ممكن ياخذ معك 1 إلى 2 سنين، وهذا الحكي كله بيعتمد على لغتك.
بالامتحان بشوفوا قديش انت فليكسبل باللغه، قديش فلوينت انت باللغه، يعني بتعرف تطلع من المواقف اللي بيحطوك فيها. يعني ممكن يعصب عليك، ممكن يعمل لك انه هو مريض متضايق، هو مريض زعلان، هو بده يشوف انت قديش يعني مرن باللغه، قديش بتاخذ بتعطي باللغه. فعشان هيك بحكي لكم تعلموا او بلشوا تعليم اللغه باسرع وقت ممكن. هلا في متطلبات ثانيه عشان تحصل الالمانيه، هو غير هاي غير البكالوريوس، في شيء اسمه working hours، في سي في، في اذا حدا بده هاي الورق بس تخلصوا امتياز ان شاء الله ببعث لكم اياها، فيها حاطينها مع جروب معين. كانوا من زمان يطلبوا هوسبيتاسيون، او انه انت تكون عقد، عندك عقد او وعد عمل او اوبزرفرشيب بمستشفى معين. حاليا صار في شيء اسمه سيسبا، سيسبا اللي هو زد اس بي اي، هدول بتواصلوا معك وبيبعتوا تأكيد من عندهم لمركز التعديل انه احنا نضمن لكم هذا الشاب انه حيشتغل بولاية عندكم. طيب هاي بالنسبة ل نبدأ عن تخصص في ألمانيا أو الطريق في ألمانيا. طيب خلصت أخذت المزاولة الدائمة، كيف ممكن تلاقي شغل؟ الأردن بدك تقدم على المستشفيات، كل مستشفى تقدم امتحان، وهذا الامتحان بشوفك ناجح ولا مش ناجح، وبناء عليه بناء عليك بيقبلوك ولا لا. في أمريكا في نظام اللي هو الماتش، هون لا، هون زي ما حكيت لكم التخصص ممكن يبلش بأي شهر. فأنت بتخلص الابلكاسيون، تاخذ المزاولة الدائمة، تعمل سي في، تعمل انه طلب توظيف، تكتب فيه انت شو مؤهلاتك وانت ليش اخترت هذا المستشفى، وبتبعت لكل المستشفيات اللي بدك تشتغل فيها، بتبعت للاقسام اللي بدك تشتغل فيها. هذا الاقسام نفترض انه انا بعت مثلا 4 مستشفيات، وصلني 3 مقابلات عمل، بتروح على مقابله العمل، بيجي رئيس القسم بيقعد معك، بيعمل مقابله وبتفق معك اذا اه ولا لا، واذا اه متى حتبلش معه شغل. يعني انا مثلا بس رحت سالني متى حابب تبلش، حكيت له اسرع وقت ممكن، مثلا طلبت اعمل عنده اوبزرفرشيب اسبوعين. في زملاء حكى لهم ممكن تبلش بكره، في زميل اللي صار له الرئيس قسم حكى له ممكن تبلش بكره. فهذا هو نظام التخصص، هذا هو نظام كيف تلاقي تبلش على وظيفه بعد المزاوله الدائمه، اللي هو زي وظيفه ثانيه، تعمل سي في وتبعت هذا السي في لاكثر من حدا، وبتشوف مين بده يبعث لك مقابله عمل، وبعدين ممكن نفس الوقت ممكن نفس اليوم يطلب منك يكون هو عامل معك مقابلة عمل، ويكون برضه عنده 4 أشخاص آخرين برضه بدهم يروحوا مقابلة عمل. آخر نقطة برضه حاب أحكي لكم عنها، أنواع المستشفيات في ألمانيا. في عندنا مستشفيات جامعية، في عندنا مستشفيات تعليمية. مستشفيات جامعية زي مستشفى الجامعة الأردنية أو مستشفى تبع التكنو، مستشفى الملك عبد الله المؤسس. مستشفيات تعليمية زي مستشفى الأمير حمزة اللي هو مستشفى تعليمي للجامعة الهاشمية، بس هو مستشفى جامعي للجامعة الهاشمية، هيك أنا وقتي ما بعرف لحد الآن هيك. وفي مستشفيات تابعة للكنيسة، في مستشفيات اللي هو الكومينيكال. بيفرق معك، ممكن يفرق معك شوي الراتب، لانه في مستشفيات خاصه. بس هون المستشفى الخاص لا يعني انه بس المرضى تامينهم خاص بتعالجوا فيه، لا، مستشفى خاص معناته ادارته خاصه بس بتعالج فيه كل المرضى العاديين اللي معهم تامين حكومي، يعني نادر بتشوف واحد تامينه خاص. ف انت ما يغرك المسميات، ما يغرك انه والله هذا متخصص في جامعي. اهم شيء إذا بيسلموك شغل ولا لا، وإذا بيعلموك ولا لا، هذا هو أهم إشي بالنسبة لنوع المستشفى. شو بفرق المستشفيات الجامعية عن المستشفيات التعليمية؟ الناس اللي مهتمة بالبحث العلمي، المستشفيات الجامعية بيجبروك تتخصص بالبحث العلمي. هل في احتمال أو هل ممكن بسهولة تلاقي وظيفة مستشفى جامعي؟ ببعض التخصصات آه، ببعض التخصصات لا. آخر نقطة حاب أحكي فيها، إيش التخصصات السهلة وإيش التخصصات الصعبة بألمانيا؟ التخصصات السهلة ممكن تلاقيها جراحة، جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة أوعية، السايكاتري، برضه الأعصاب سهل. والتخصصات الصعبة العيون والجلدية والوسط الراديو والإي إن تي. هاي بالنسبة للتخصصات، بس هذا حكي لا يعني إنه مستحيل ممكن تبلش. هذا في ناس مثلا واحد يتخصص عيون ما لقى أي وظيفة بأي مستشفى، ممكن يبلش تخصصه بعيادة، هاي برضو إيجابية من إيجابيات ألمانيا، ممكن تخصص بعيادة وبعدين تنقل بعد 2 سنين مثلا. فهاي بالنسبة للتخصصات في ألمانيا. بعدين أنت بس تبلش تخصص بسموك طبيب في مرحلة التخصص.
اختصاص، بعدين بتخلص بتصير اخصائي فخ اطس، وبعد ما تصير فخ اطس بعد يعني بس تكسب خبره بحطوك استشاري اللي هو اوبا اطس. وبعدين المرحله بعديها اللي تندى اوبا اطس اللي هو الاوبا اطس يعني الاستشاري، اللي تندى اوبا اطس هو الطبيب يعني زي نائب رئيس القسم، وبعدين بيجي الشيف اطس اللي هو رئيس القسم. هاي بالنسبه للترتيب. برضه من النقاط اللي حاب احكيها انه انت بالمانيا مش دكتور، انت طبيب. عشان تاخذ لقب الدكتوراه بده يكون معك دكتور مد. دكتور مد مو زي الاردن، بدك تعمل رساله دكتوراه ويوافقوا لك عليها وبعدين بيحكوا لك انت دكتور. انا مثلا غلبوني بالموضوع، اخر شيء حطوا لي انت دكتور اوف ميديسن، هيك مع بعض اللقب كامل دكتور اوف ميديسن. الايميل ببلش بدكتور غيره، لانه ممكن اجت فتره وطلبوا من الناس الايميلهم مكتوب فيه دكتور، يا يثبت انه هو مع دكتور ابايت اللي هو رساله الدكتوراه، يا يغير ايميله. فانت قبل ما تبلش بهاي الحفله كلها اذا ايميلك فيه كلمه دكتور غيره. هاي بالنسبه للتخصص في المانيا. اخر نقطه اللي هي المحور الثاني اللي هو تخصص الاعصاب. طلب مني احكي بشكل عام عن تخصص الاعصاب في المانيا. هون تخصص الاعصاب هو عباره عن 5 سنوات، سنه منهم اجباري بالطب النفسي و6 اشهر بالعنايه المركزه. بخلال باقي المده بتداوم بالتخطيط الاعصاب وتخطيط الدماغ تقريبا 3 اشهر ل6 اشهر، بتداوم بالالترا ساوند برضه تقريبا 3 ل6 اشهر، وباقي الايام بتكون موزعينك بين الستروك يونت اللي هو وحده العنايه بالجلطات الدماغيه والقسم العادي والطوارئ. فهاي بالنسبة لنبدأ تخصص الأعصاب في ألمانيا وبس. نشوف الأسئلة. أنا رح أبلش من فوق. استنى نشوف الأسئلة. اللايف محفوظ، بحاول اعمل له سيف. قوة التعليم للتخصصات الباطنية بيختلف من مستشفى لمستشفى. في مستشفيات وخاصة المستشفيات الصغيرة بيعلموك الالترا ساوند كتير كويس، بيعلموك الايكو كتير كويس، والجاسوسكوبي والاندوسكوبي كتير كويس. فهاي الشغلات يعني بتختلف من مستشفى لمستشفى. كم الاجازات السنوية؟ حكينا 30 يوم غير الاجازات الرسمية. الولاية اللي بتقول الأردنيين حكينا الـ NRV، وبرضه يعني هي دوسلدورف تعرف على الـ NRV أفكار اللي هي نورث غاين فيستفالن، V اللي هي W بالإنجليزي. ولاية فرانكفورت هي هيسن وليس فرانكفورت. فرانكفورت هي عبارة عن المدينة، مش كويسة للأردنيين كتعديل شهادة. وراء بسلم عليك، الله يسلمك. صحيح دوسلدورف طابع على النورث راين. الجوت اختر كان هو الخبير اللي هو بيقارن شهادتك هل انت معادل للشهاده الالمانيه ولا لا. الهاشميه نعم تاخذ جلايش. الولايه حكينا ان ار بي. لا احنا 2016 كانت اخر خطه، 2017 طلعت الخطه الجديده اللي هو فيها السي اس. هلا انا معي المزاول الدائم فبقدر اشتغل بكل المانيا. انا بشتغل برا ان ار بي، انا بشتغل بولايه اسمها تورينجن. ولايات مصادر بنصح فيها. انا عامل دوسيه لامتحان اللغه الطبيه وعاملها تقريبا من 2 سنين ومجمع فيه اكثر الحالات المشهوره بتيجي بمونستر. هلا انا برضه عضو جمعيه الاطباء الاردنيين، فاحنا عندنا لجنه اسمها لجنه العضو بنساعد الطلاب بتخصصوا بالمانيا. الدوسيه قريبا جدا كنا نطلعها في 2 3 اشهر بس تكاسلت صراحه، بس الدوسيه تقريبا خاصه اللي بده اياها بعث له اياها. بهاي الدوسية بحكي كيف ممكن تاخذ هيستوري. بأي امتحان لغة ألماني سواء طبي أو غير طبي احفظ الجمل حفظ أولها عشان تنجح. تحصيل اختصاص من المستشفيات الجامعية حسب التخصص، في تخصصات جدا سهل تلاقي فيها وفي تخصصات لا. طب الأطفال بعتمد على لغتك، لأنه أنت طب الأطفال بدك تتعامل مع واحد طفل يعني لغته على قد لسه، فبدهم يهتموا إنه تكون التواصل بينك وبينه ما في مشكلة.
وما يكون في خطأ إنه يصير في مشاكل بالفهم. مع هاد اللي حكيت عنهم جوتا اللي هو عند دوار الثالث ودوار الثالث والجي سي اللي هو عند شارع مدينة. التخصصات الباطنية سهل تطلع، نعم. التخصصات الباطنية هون تقريبا 6 سنوات. الرواتب حكيت عنها، في كل مستشفى لهم نظام اشتراك معين وبزيد الراتب كل ما تعمل مناوبات أكثر. نسبة الضريبة جدا عالية، بس جزء منها بيروح، ما بعرف صراحة، ممكن أكثر من 20%، بس جزء منها بيروح تأمينك الإجباري. يعني أنت بتدفع تأمين إجباري بحيث لو رحت لا سمح الله دكتور سواء برا المستشفى أو جوا المستشفى ما تدفع أي شيء. موضوع وقف القلاش ما في أي شيء رسمي، يعني أنا فتحت الموقع أكثر من مرة وحتى تواصل مع ناس كثير، ما في حدا بعت لي إنه وقف القلاش هذا الحكي. ولو وقفوا الجلاش بيبون، هلا هو ايش اللي صار؟ اللي صار انه كان من زمان ايام، انا بس قدمت 2018، كان نفس ال يعني كنت ابعت لولايه اسمها ارنسبرغ، هاي تابعه، او مدينه اسمها ارنسبرغ، هاي تابعه لان ار بي، وهاي لهم خبيرين خاصه فيهم وهم يعطونا انه انت معادل ولا لا. بعدين صاروا انه لا، يبعتوا كلياتهم على المركز الرئيسي اللي هو ببون. فبحكي لك هلا صار في ضغط كبير على بون. انا اذا كان الكلام صحيح، اذا كان الكلام صحيح راح يرجعوا على الطريق القديم، ما راح يوقفوا الجلاش قانونيا، ما بقدر اوقف الجلاش لانه انت في واحد من جامعتك مثلا اخذ جلاش، طب انت ما اخذ جلاش مش مشكلتك. طلعت الكتيف، نعم طلعت على هانوفر 2 شهر اعصاب، والالكتيف بفيد انه تاخذ تتعلم السيستم الالماني، بس اذا ما معك لغه ما تطلع، او اطلع سياحه اذا بدك. الله يعافيك يا عون. طب الأطفال حكينا عن إنه بده لغتك قوية. وقف الطلبات بالأردن، لا غلط هذا حكي، ما يعني ما في أي شيء رسمي. أنت شوفوا في شيء رسمي، أنا فتحت الموقع أكثر مرة ما في أي شيء رسمي. والإيميلات المتداولة ما بعرف إيش كان نص الإيميل، إيش بأي سياق إجا الإيميل. ويعني حتى اتخذنا قرار بشكل أكتف في جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا إنه ما نسأل الموضوع، لأنه ما في أي قرار رسمي. هل في طريق غير انك تحط 14,000 بالبنك؟ نعم، انه في حدا يمكن يكفلك، بس بيكون عنده عقد عمل ويكون هو صار له فتره بالمانيا يكون معه اقامه دائمه. شركه التوظيف بالعكس ممكن يدفعوك اكثر، ما بنصح عن طريق شركه التوظيف صراحه. شغلات تقوي السي في، اول شيء اللغه، اهم شيء اللغه. غير هيك انه يشوفوا انه انت مهتم بالتخصص. توكسيك وفيها، هلا هي بيئة العمل، هل هي توكسيك وفيها عنصريين الألمان وبعض الأطباء؟ أنا أول ما بلشت كان قسمي كله ألماني، أنا الوحيد اللي مش ألماني، وبالعكس كثير ساعدوني. في أقسام ثانية تلاقي عنصرية من ناس عرب، فيعني بيختلف من بيئة عمل لبيئة عمل، فعشان هيك بدك تشوف بيئة العمل اللي تبلش فيها. هذا الحكي مش موجود مش بس بألمانيا، بكل مكان. نعم بنصح من أول، من معاهد من سنة ثانية. إنه ماشي أخذت لغة وخلصت اللغة وبعدين ما استفدت على وما طلعت على ألمانيا، شو خسرت معك لغة زيادة؟ بس كل معدل ما له دخل بالقبول. ابعت لي أحمد، عشان ابعت لك الدوسية لأنه هي موجودة على مكان تاني. المصادر اللي بنصح فيها حكيت، أنا بالنسبة لي بفضل المعاهد عشان المحادثة وعشان السمع، بس غير هيك في واحد اسمه ضياء على اليوتيوب برضه كويس بنصح فيه، وفي ابلكيشن يعني في ناس دويولينجو تعلمت بس بتعمل فيه اشتراك. المعدلات وعلامات الجامعة لا ما لها علاقة بالموضوع. بلشنا بالأسئلة، تفضل. هاي احمد بأكد الموضوع ما في شيء رسمي، يعني المصدر اللي طلع اللي انتشر فيه على الفيسبوك بالنسبة لي مصدر غير موثوق، بس حكي جرايد. معدل رواتب المقيمين الجراحة، هلا كنت مقيم ما بيختلف جراحة عن باطني إلا عدد المناوبات اللي بتعملها. وراتب المقيم نعم بكفيك، بكفيك وزيادة كمان. نعم أنا اخذت، هلا انا عشان خريج جامعه هاشميه اخذنا جلايش ومباشره طلعت بشهر 12، وصلت بشهر 12 2018 على المانيا،
وبشهر 4 كان معي المزاولة الدائمة، بعدين طلعت إجازة شهرين على الأردن، بعدين بلشت تخصص مباشرة بتورينجن. أنا طلعت برا النرويج كلها، طلعت إلكتف ب 2015، كان معي B2. إذا عنده راتب كويس، إذا كان واحد عنده جنسية هناك وراتبه كويس، حتى لو كان كبير بالعمر، راتبه كويس أو مصدر المال اللي عنده كويس، هاي شغلة يعني بيعطيك كفالة. ممكن يعني هو بقرر أخذ الحكومة الألمانية، بس بالغالب بأي مستشفى. أنا عملت في مستشفى اسمه هيليس كلينيكوم إيرفورت، مستشفى كبير تقريبا 1200 سرير، تابع لمستشفى تعليمي من جامعة يينا، وحاليا صار مستشفى جامعي لجامعة جديدة اسمها ميديكال يونيفرسيتي. تحمل بلوك لو واحد ضغط. تخصص جراحة العظام وجراحة العامة، جراحة العامة تقريبا برضه 5 سنوات، وجراحة العظام برضه 5 سنوات. في شيء اسمه كومن ترانك، اللي هو بتبلش أول شيء أول سنتين جراحة عامة، بعدين بتروح، بيختلف من سيستم لسيستم. برضه بدك تركز بجراحة العامة أو جراحة العظام، بدك تروح على المستشفى يسلمك شغل حتى لو كانت مدينة صغيرة، يعني ما تنغر بالمستشفيات الجامعية. صحيح انه باقي الدول الاتحاد الاوروبي تفتح لك الباب كونك طبيب المانيا، بعد 3 سنين من المزاوله الدائمه انت مسموح تشتغل بسويسرا كمان. باقي الدول الاوروبي يعني انت تاخذ بورد اوروبي، البورد الاوروبي بس امتحان تقدمه فوق البورد الالماني. الابروباتسيون هي المزاوله الدائمه، وهي بتسمح لك تزاول بكل المانيا. الثاني هو المزاوله المؤقته بس بالنرويج او حسب الولايه تبعتها. هل الرسوب بيأثر؟ لا ما بيأثر، نحفظ اللايف إن شاء الله. تمام، نشوف فيهم أسئلة قبل ما نخلص اللغة. هل في أي شيء ثاني ممكن نشتغل عليه؟ أهم شيء اللغة، وبعدين حسب التخصص بدك إياه ركز، يعني تعمل فيه إلكتيف، تعمل فيه أبحاث علمية، ممكن تزيد قبولك من مستشفيات أنت حاب تشتغل فيها. هل صحيح لازم اعمل اختصاص في مستشفى جامعي بالالمانيا اذا حاب ارجع بالاردن واشتغل دكتور اكاديمي؟ هلا دكتور اكاديمي ما بعرف، كبورد اردني انت لازم بعد ما تاخذ شهاده البورد الالماني تشتغل سنتين بالبلد اللي اخذت فيها البورد، يعني تشتغل سنتين كاخصائي بالمانيا، بعدين انت تاخذ البورد الاردني ومسموح تقدم على البورد الاردني. اوكي، ضل في حدا عنده اسئله يا جماعه؟ نشوف فون بالجروب اللي فيها بعض الأسئلة. الله يعافيك، الله يعافيكم يا رب. بعد سهل نكمل بالأردن اختصاص شغل قصدك؟ بس بده يكون تشتغل سنتين بعد البورد بألمانيا. كم وقت تاخذ اللغة؟ تاخذ سنة لسنتين حسب شطارتك باللغة، يعني سنة ممكن تخلص المستويات المطلوبة منك، وبعديها ولو أنت عايش بألمانيا الموضوع أسهل يعني. عفوا عفوا، أنا أحاول أشوف إذا هون بالسيارة. الجنسية وقوانينها، بده يكون صار لك 3 سنين إذا كان راتبك حد معين وعندك عقد دائم أتوقع، ما بعرف بس يعني صار أسهل. يعني ممكن هلا بالنسبة للفولنتري وورك ممكن يساعدك شوي، بس مو معيار أساسي يعني. بس تعمل سي في برضه ما تبالغوا فيه، عادي اكتب الشغلات اللي عملتوها. أنا أول سي في عملته كان صفحة واحدة، فهم مش متوقعين منك انه تكون بعد الاختصاص. الجنسية صار حاليا بعد تقريبا 5 سنين ممكن تقدم لها كطبيب. سهل تاخذ جنسية، بس الفكرة بالمواعيد اللي بيعطوك اياها، فبيطولوا شوي يعطوك المواعيد. تمام، راح اعطي كمان دقيقتان للأسئلة وبعدين ننهي اللايف. امتحان اللغة، امتحان لغة طبية بتقدمه بالنقابة بألمانيا.
بعد ما تخلص امتحان احضر مسلسلات ألمانية، احضر، كنت أسمع الأخبار الألمانية اللي هو الدي في، في موقع اسمه دي في أو راديو ألماني، كنت بس أطلع أمشي وأطلع أعمل إشي أحط راديو ألماني. وبالآخر اللي عنده أسئلة برضه يبعث لي سواء هون أو أي مكان، إن شاء الله ما مقصر. واللي بده الدوسية برضه يبعث لي الدوسية، يعني مش كثير لطيف في الديزاين تبعها، يعني ما اهتمتش بالديزاين، اهتمت بالمحتوى أكثر. فاللي بده إياها يبعث لي إياها ريسيرش، ممكن يساعدك بالمستشفيات الجامعية. نعم، غير هيك لا، مش كثير ممكن يساعدك. وممكن يساعدك تاخذ لقب دكتوراه هون، إذا عامل ريسيرش وأنت في الفيرست أوثر، ممكن برضه يساعدك تاخذ لقب دكتور ميد. اوكي، طيب معناته راح انهي الموضوع انا. اوكي، كطبيب مقيم؟ نعم اكيد، اذا قررت انك تشتغل هناك. اوكي، يعطيك ألف عافية دكتور، يعني بيوصلنا الفيدباك من هسا عن جد الكل استفاد، جد يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله رح الله، نفتح الجروب في حال حدا بده كمان أسئلة وهيك. إن شاء الله. يلا، يعطيكم العافية. ضل في حدا عنده أسئلة ولا أسكر خلاص؟ تمام، دكتور لو سمحت تقدر تحفظ البث على صفحتك لو بينفع، أو نحفظه على صفحة النادي؟ بزبط اكيد. هلا انا من هون بس اعمل اكس بيطلع لي المسيف لايف ولا ايش؟ ايش اعمل؟ انا بحاول اشوف اذا هون، من هون بقدر اعمل، لان انا بتذكر سالني هذا السؤال اول ما لما طلعت نطلع هناك. منه بعطيك انه discard or save. خلاص لما تمام، خلاص بسيبه ان شاء الله. ماشي، معناته بتشكركم برضه على وجودكم، وأكيد دائما أي سؤال أنا جاهز إن شاء الله. يلا، يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله.